كلمة على العصفورية خدني يا بي على العصفورية. ومنشوف من موقعنا بفشة خلق انه افضل طريق لبعبدا هو صراحة خطة السلام الشامل اللي رح يفجعكم فيها دولة الرئيس نجيب ميقاتي. سلام وسلمها سليم وسليم سلم سلام. وايه صحف ومجلات عالمية بلشت تحكي فيها، الرجل عم بيطرح سلام الشجعان يا جدعان، وبدأ جولات عالمية وعربية رح يكفيها قريبا ليطرح بنود هالمبادرة. ما بيجيبها إلا دولة الميقاتي، وقبل ما يفعل خطة السلام الشامل والعادل خطف إجره هيك على قمة المناخ بالإمارات حتى ياخد شهيق وزفير قبل ما يبلش يحط مكونات الخلطة بالخلطة. راح يحبس الأنفاس الحرارية ويرجع لنا إن شاء الله بصلاحيات مناخية، وهوا بارد يلعب لعب. هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان، هل ينجح نجيب ميقاتي؟ اوعى تستغنوا بالأمر من بعد المناخ، ها ببلش الشغل فورا، مش مثل اللجان النيابية يلي قررت قانون للتقاعد صار له 20 سنة عم يدرسوه، يعني النواب اللي كانوا قبلهم عم بيناقشوه طلعوا على التقاعد. أما الرئيس نجيب ميقاتي لا يعرف التقاعد ولا التقاعس، وعلى أيامه رح تفتح طريق الحرير وخط الهند والسند مع بعضهم. ما ترجاكم التروي وإبداء المرونة والحكمة، وعلى جان إيف لودغيون والوساطة القطرية أن تتنحى جانبا لنشوف مبادرة السلام فرع السراي لوين رح تودينا. على العصفورية على العصفورية. تخيل إنه بلد بيطلب من 5 دول ترعى المواشي السياسية عنا لننتخب رئيس، بس هيدا البلد هو ذاته بعينه بده يحط خطة للسلام بالمنطقة. والسلام عليكم. وعليكم السفاء ورحمة الله وبركاته.